في خطوة جديدة في طريق تعافي القطاع الصحي وإعادة بناء قدرات كوادره الطبية، انعقد مؤتمر أيام صحة دمشق العلمية على مدى 3 أيام في مكتبة الأسد بدمشق، حضور فاعل من الأطباء الاختصاصيين والمقيمين ومحاضرات وورشات علمية طرحت مستجدات عالمية طبية في مختلف الاختصاصات، بما ينعكس أخيراً على سوية الخدمة المقدمة للمرضى. هذا المؤتمر النوعي الغاية منه الاطلاع على كل ما هو جديد في عدة اختصاصات. يستمر هذا الملتقى لمدة 3 أيام، مجموعة من المحاضرات الغنية هدف منه تبادل الخبرات والمعلومات. طبعا في وزارة الصحة وكما في جميع المديريات العمل يعني لا يتوقف فقط بتقديم وتأدية الخدمة الصحية المطلوبة للأخوة المواطنين، ولكن أيضا نعمل على رفع السوية العلمية ما أمكن وتبادل الخبرات والمعلومات، بما ينعكس إيجابا على تقديم الخدمة وتقديمها بالشكل الأمثل للمواطنين ورفع مستوى وكفاءة الأطباء والعاملين الصحيين. أيام مديرية صحة دمشق العلمية هي فرصة لتبادل الخبرات والالتقاء بين الأطباء بمختلف الاختصاصات. حقيقة الفعالية عم تقام بمشافي مدينة دمشق، كل بمعنى باختصاصه. طبعا نحكي بالجراحة، عم نحكي على مشفى دمشق، عم نحكي على مشفى الهلال، عم نحكي على مشفى ابن النفيس. طبعا هالفعاليات عم تتوزع على مختلف مشافي مدينة دمشق، طبعا بحضور من الأطباء الاختصاصيين عم يزودونا بخبراتهم العملية. عم يكون عنا ضمن إطار التعليم الطبي المستمر عم يكون في أطباء قيد الاختصاص، قيد الاختصاص، بالإضافة أنه في حضور من مختلف أطباء مدينة دمشق أو حتى من المحافظات. فعالية اليوم هي عبارة عن الأيام الأسبوع العلمي لمديرية صحة مدينة دمشق، بيستمر لمدة 3 أيام. طبعا بتم في بهالأسبوع العلمي هذا على مدى 3 أيام محاضرات وكل شيء جديد بينطرح ما يخص الطب وما توصل إليه أحسن وأحدث السبل العلمية. طبعا المحاضرات بتكون منتشرة بأكثر من مكان، موجود بده يكون مثلا بمشفى ابن النفيس في محاضرات حسب الاختصاص، في مشفى الزهراوي مختص بالنسائية، مشفى الباسل ومشفى المجتهد، مشفى دمشق. نحن شاركنا عشان نبرز فكرتنا ومع جمعية سوري البحث النشر العلمي، كمان هي جمعية نحن مرخصين عليها. جمعيتنا عم تعمل مثل نشر وتوعوي لمفهوم البحث العلمي، وعم تعمل مثل تمكين لتسهيل الترجمة ونشر الأبحاث العلمية للأطباء، ومثل توجيه وإرشاد للطلاب الحابين يعملوا أبحاث أكاديمية طلابية. ونحن كفريق عم نعمل تحويل أبحاث طبية هاي لفيديوهات موشن جرافيك. يذكر أن الجلسات العلمية للفعالية نظمت بأوقات متزامنة في مشافي دمشق وابن النفيس والأسد الجامعي والكلية الجراحي والهلال الأحمر العربي السوري، فضلاً عن الهيئة السورية للاختصاصات الطبية وغيرها من الأجهزة الطبية.